بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بكل من يتابع معنا في برنامج التربية الوالدية. هذا البرنامج الهام الذي نسعى من خلاله إلى تأسيس قاعدة قوامها الاهتمام بإعادة النظر في التعامل مع المربي وكيف يمكن أن يتعامل مع من يربي. فهي إعادة نظر وفق منظور جديد برؤية فيها نوع من الشمولية للتعامل مع الأسرة من خلال القائمين عليه. وهنا الحديث مش بيبقى بس موجه للآباء والأمهات، حديث موجه إلى كل من يسأل عن شأن التربية. وبالتالي المعلم داخل في الموضوع والأسرة داخلة في هذا الأمر. ومن محاضرتين أو 3 محاضرات بدأنا نتكلم على تقدير الذات والثقة بالنفس، ودي قضية كبيرة جدا. أما بقول كيف نعمق تقدير الذات لدى الأبناء ونزيد من ثقتهم بأنفسهم، ده موضوع كبير بيرتبط بالجانب الأخلاقي، بيرتبط بالجانب العقائدي، بيرتبط بالجانب النفسي، بيرتبط بالمعاملات داخل المجتمع، سواء في الأسرة الذرية الصغيرة أو الأسرة الممتدة، وكذلك داخل المدرسة أو الروضة وداخل الجامعة. من الآخر، عايز تطلع جيل محترم بيحترم نفسه، لابد من القدوة. وإذا غاب القدوة حدث ولا حرج عن كل أشكال الفوضى والتمرد. وإذا غاب القدوة لا يمكن أبدا إلا أن نتحدث عن غياب الانتماء. الانتماء اللي قدامنا ده، الاسم اللي جنبي ده ورايا، الشعور بالانتماء. يعني إيه انتماء؟ وإيه دلالة الانتماء؟ وإيه معنى الانتماء الذي نريده؟ هل انتمائك للنادي اللي بتشجعه هو ده الأصل؟ هل انتمائك للاعب اللي أنت بتحبه هو ده الأساس؟ هل انتمائك للمؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها هو ده اللي المفروض يبقى موجود؟ هل انتمائك لأبوك وأمك، الأب والأم، هو الانتماء الذي نبحث عنه؟ هل انتماء للوطن اللي أنا عشت فيه وتربيت فيه وحبيت في هذا الوطن وكبرت وخدت شهاداتي وتعلمت وأكلت وشربت وتجولت في أمان فيه، هل هذا مش قسط وحديث مما يسمى بالانتماء الذي نريده؟ طب قبل هذا الانتماء في انتماء أكبر، وهو أن يشعر الطفل أو الإنسان هو ليه أصلا موجود في هذه الحياة، وإنه وجد للعبادة، وبالتالي الانتماء إلى الله يسبق أي انتماء. واللي ما عندوش انتماء لربنا سبحانه وتعالى لا يمكن تنتظر منه أي شيء، لا لنفسه ولا لأسرته ولا لوطنه ولا للمؤسسة اللي بيشتغل فيها، هيبيع الكل في لحظة واحدة. عشان كده عايزكم تركزوا معايا في دلالة ومعنى الانتماء مقترنا بمفهوم المواطنة، سواء بمعناها الجديد حديثها المواطنة الرقمية أو المواطنة العالمية، أو المواطنة بمعناها الطبيعي العادي، إن ارتباط بالمكان والزمان وغيره. طيب، في نموذج ومثال رائع لازم نقف عنده قبل ما أبدأ في عرض هذا الموضوع، حسب المدخل اللي تم تناوله في هذا الكتاب الذي يتحدث عن تقدير الذات والثقة بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم
عبر عن أسمى معاني الانتماء في مقولة وقول فيما معناه عندما خرج من مكة ووقف في منطقة عالية ونظر إلى مكة من بعيد وقال: والله لولا أني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله. يبقى أول حاجة الانتماء بدأ بالانتماء إلى الله، رقم واحد، ودي قيمة مكة المكرمة. وأحب بلاد الله إلى نفسي، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى النبوة والرسالة. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. هنا بقى الانتماء للأرض، للمكان اللي تربى فيه. يبقى تدرج مفهوم الانتماء، لما أجي أقول انتماء والشعور بالانتماء لازم أفهم يعني إيه انتماء. فجزء من معنى الانتماء ابتداء هو إنك تشعر دائما وأبدا أن الانتماء الأول إنما لهويتك، لدينك ولربك. إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. تسليم كامل أو لله، يا أبت افعل ما تؤمر، يعني أنا لن أعترض طالما إن ده وحي وهذا أمر من السماء. طيب، رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق. ده ابني يعني من صلبي ومن دمي ومن جسدي، الناس بتغرق وهتيجي على وطيه، والمركب فيها من كل زوجين اثنين، وسيدنا نوح يعني فاض به الكيل في دعوة قوم: يا قوم إني أدعوكم إلى الرشاد أو أدعوكم إلى كذا لتؤمنوا. تريقوا عليه تريقة، الراجل ده مجنون وعمال يصنع مركب على في الصحراء، ده أكيد حصل له لطف. هكذا كان خطاب القوم المنافقين يعني، وما يعرفوش ماذا يخبئ القدر. وبعدين أقصى أماني اللي بيدعي العقل يعني يقول لك: إيه يعني ما تمطر يعني، ولو جه مطر ما أنا هطلع على الجبل ده وخلاص، إيه المطر يعني يعمل إيه؟ فالمعايير عنده هي معايير دنيوية، هو مش عارف إن اللي بيحصل ده إيه. وإحنا بنشوف الزلزال بيحصل في ثانية، كم ألف ولا ملايين بتختفي في لحظة، والطوفان بيأتي لا بيخلي لا صغير ولا كبير، والأعاصير تأتي بتشيل الأبراج من بيوت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا نموذج آخر للانتماء، إن سيدنا نوح آثر أن يستجيب لنداء رب، ما قالش لا لما ترد عليه إنه عمل غير صالح. طبعا زوجته وابنه راح خلاص انتهى المسألة. في كل مشهد من مشاهد الأنبياء هتلاقي فيه مسألة الانتماء في أسمى معانيها في موقفهم. وبالتالي رسالتي لحضراتكم الآن، وأنا يعني بمهد لده، وده أهم جزء في المحاضرة في اللقاء النهاردة، وده اللي اتبنى عليه مظلة التربية الوالدية ككتاب، إن لازم نشعر بهذا الأمر. زي ما الدكتور إسماعيل راجل فاروقي بنى كتابه في أطلس الحضارة في فصل كامل تحدث فيه عن التوحيد وعن الزمان والمكان والموقع والموضع لمكة، وليه تم اختيار المكان ده بالذات، ثم تحدث عن رحلة طويلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن مظاهر هذه الحضارة في أطلس الحضارة. الكلام هنا نفسه، احنا يعني ايه انتماء، وانا دوري ايه كمعلم في تحقيق هذا الانتماء او كمربي يعني، وتقعدوا تقولوا كلام وخلاص وملوش اي معنى.
لا احنا مش بنقول كلام ولا اي حاجة، احنا مركزين قوي مع بعض في هذا السياق. طيب تعالوا نروح الى المادة اللي بين ايدينا ونشوف كده المطلوب من المربي، المطلوب من المعلم، المطلوب من الجميل هنا. ولو معانا مدرسين او معانا الاساتذه في الجامعه، معانا طبعا مدرسين ومربين، بيقول انه الشعور بالعزله يمكن ان يكون له اثر سيء على تقدير الذات لدى الطفل، ويشعر الاطفال بالانتماء او يشعر الاطفال بالانتماء من خلال الانديه الرياضيه، خلال النادي الرياضي والفرق الكشفية وما عدا. طيب بعدين يبقى أنا الطفل اللي بيتولد ده مش ذنبه إنه يعيش أسير أو في بيئة مغلقة زي الصورة الجميلة التعبيرية اللي موجودة في أمام حضراتكم دي، لأنه الطفل اللي بيولد في بيئة فيها تجانس واحترام وتقدير وتوحيد وإعطاء مهلة من الوقت لكي يلعب اللعب التربوي المطلوب، كل ده بيدفع الإنسان إلى الارتباط بالمكان والشعور بقيمة الزمان، ثم ومن ثم الانتماء وحب المحيطين به. أول ناس بيبص عليهم بيبص على أبوه، بيبص على أمه، بيبص على ابتسامة بتصدر له من الأقرباء. تخيل واحد بقى طفل نشأ وكل اللي حواليه عابسين وفي عنف ومعاملات مش كويسة ومحدش معبره، لا حد بينظفه ولا حد بيهتم بيه ولا حد بيأكله، أي انتماء هنا عايز يتشكل كما تدين تدان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. الأطفال اللي بيفتقدوا للمهارات الاجتماعية اللي هي اللازمة للقبول من الآخرين، إما لأنه لم يتم تعليمهم أو لم تتح لهم الفرصة للتفاعل مع الأطفال في مثل عمرهم وبسبب افتقارهم لهذه الأمور. يعني لما بيفتقد مهارات الاجتماعية الطفل، ويتكلم بقى على المنطوي أو المعتزل لزملائه، فمالك يا ابني أنا مش عايز أروح الحضانة، مالك يا حبيبي انا بكره الحضانه وبكره المدرسين والبتاع ده. طب يا حبيبي ما عايز ايه؟ انا مش مستريح، ما عدتش رايح كده بقى. كل واحد بيقول بطريقته وبلهجته العاميه، واحنا معانا ناس من دول كتيره، فما انا مش عايز، لا اريد ان استفيض في الخطاب العامي وانا اقلد لغه الاطفال لدينا. طيب يتصرف بشكل يعزله عن زمايله، يبقى عنيف، منطوي، متجاهل، متكاسل. بعدين نظرتهم للولاد الواثقين بنفسهم، العيال اللي عندها يعني لديهم روح اجتماعية عالية ولديهم ثقة ولديهم، بيكرهوهم بقى. شفت بقى، بيبدأ الطفل اللي مفتقد للمهارات الاجتماعية يكره الولد اللي عنده تلك المهارات وينظر إليه على أنه مزعج ومش كويس. طيب إذا كانت دي هي البيئة اللي ربما، وده مثال يعني، لماذا يشعر الأطفال بالغربة عندما يكونوا في الحضانة أو في بيئة أو أطفال ولدوا في أوروبا وفجأة لقى نفسه في مجتمع عاجز عن اللغة؟
مطلوب منه يمتلك لغة هو غير قادر عليها، مطلوب منه يتعامل مع أطفال صفاتهم وسماتهم مختلفة عنه. ماذا يحدث إذا ما افتقد إلى تلك المهارات الاجتماعية ولم يشعر بقيمة ومعنى اللعب؟ فهو أمام أزمة. طيب هو في قرية وفجأة راح المدينة وصفات وسمات أهل القرية بتختلف عن يعني بيئة المدينة وكذا، بيصدم وبيحصل له نوع من الصدمة، فيؤدي ذلك إلى أنه غير مرتاح في مكانه لحد ما يتأقلم مع المكان. إذا كان الأطفال بيشعروا بهذه الروح، مش مرتاحين مع الآخرين، يتصرفوا بشكل منطوي منعزل عن الآخرين، ينظر إلى الأطفال الكويسين إلى أنهم ناس مش كويسة، يبغضهم. يعني طب أعمل إيه بقى كمربي وكمعلم؟ إيه المطلوب مني إن أنا أعمله في الصف؟ السؤال ده موجه لحضرتكم، موجه لينا. ماذا يفعل المعلم أو المربي أمام تلك المشكلة؟ السؤال ده أنا بطرحه لحضراتكم الآن عشان أستقبل منكم الإجابات، عشان أستقبل من حضراتكم الإجابات، ويبقى إحنا ماشيين بقناعات، ليس ما نقرأ فقط أو ما يملى علينا، ولكن ما نراه نحن صح. أنت عندك في الصف في الروضة في الابتدائي، وبتكلم هنا عن الأطفال أكتر، طفل غير مشارك، طفل منطوي، طفل يحكم على الآخرين اللي عندهم سمات جيدة اجتماعية بأنهم عيال مش كويسة، أطفال يعني أنا بكرههم بقى، مش عايز أشوفهم لأنه في حاجة. فدوري إيه أنا وأنا مدرس في الصف، مش واقف أحل تمرين الرياضة بس زي صاحبنا اللي في الصورة ده؟ لا، ده أنا دوري عناية على الأطفال وعلى الطلبة، ولازم يكون ليا دور تربوي. أمال هي ليه سموها تربية يعني؟ فما دور المعلم تجاه هذا المشهد؟ ده اللي أنا عايز أسمعه من حضراتكم بعد إذنكم، يعني عايز أسمع تعليقكم على إيه اللي المفروض نعمله؟ إيه اللي المفروض المدرس يعمله في هذا الموقف؟ دكتور السلام عليكم يا دكتور. اتفضلي يا دكتورة بدرية، وبعدين دكتور فؤاد. يعني في البداية يشوف هل هو هذا السلوك مؤقت ولا دائم؟ يعني إذا كان مؤقت أكيد يكون الطفل بيمر بمشكلة معينة، نعم تبحث ويحاول المعلم أنه يساعد هذا الطفل في حلها، طبعا بالاشتراك مع إدارة المدرسة. لكن إذا كان سلوك دائم لابد، زي ما تفضلت الآن وكتبت أستاذة فداء، من حلول عملية. يعني إما أنه نفس المعلم إذا هو من النوع اللي يحتسب ويحاول أنه يتعهد هذا الطالب بالرعاية بالعناية، بحيث أنه بالتدريج يرجع ينخرط مع مجموعة الفصل، يحاول أنه يتفاعل مع أستاذه هذا وغيره من الأساتذة، يحاول إنه هو مثلا يعطي له مهام معينة يشوف مدى قدراته، هل هي قصور في مهاراته وأدائه أو هو مجرد سلوك إنه طفل هادئ. يعني يختلف عدم التفاعل من شخصية لشخصية. في أطفال مجرد إنه هو طفل هادئ ما يحب إنه على طول ينخرط في المجموعة، في أطفال لا بالفعل عندهم مشكلة، في أطفال يكون أساسا ما هو ملحق يعني الجو العام في الفصل، يكون يعني أسرع من قدراته في المتابعة. هذا يحتاج دراسة وملاحظة جيدة لسلوك الطفل والعودة مثلا لملف وتحاول التواصل مع أسرته لمعرفة هل هذا الشيء حتى في المنزل أو إنه الولد عنده مشكلة معينة. يعني مجرد دراسة للوضع ممكن تدي حلول عملية يستطيعوا بناء عليها إما يخرطوه في برنامج أو في بعض البرامج العلاجية للسلوك إذا كان الأمر يحتاج، أو إنه مجرد متابعة واهتمام من المعلمين
يعني يبذل له وقت زيادة في الفصل، أعتقد أنه إن شاء الله بيستطيع أنه يتغلب على هذه المشكلة، حسب درجتها وحسب نوعيتها وحسب نوع الطفل نفسه وشخصيته. جميل جدا، الله الله يسر. بارك الله فيك. إذن هل هذا السلوك دائم أم مؤقت، وبناء عليه يتم التعاطي والتعامل مع المشكلة، سواء في حالة رفض الابن للتأقلم أو انطوائه أو كراهيته للبيئة أو إلى آخره؟ يجب أن يتم دراسة هذه الأمور دراسة جيدة قبل الحديث عن أداء المعلم لدوره. ده كلام جميل. دكتور فؤاد اتفضل يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، أهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة بدرية على ما تفضلت به، وكلامي تقريبا لن يخرج عما تناولته الدكتورة بدرية. فقط يعني أشير إلى وقائع. تفضل. أنا لو نظرت أمامي على السبورة التي أمامي أجد أن عنوان الدرس كلاس وورك. هذا هو الأمر، كلاس وورك، ما بيكونش فردي. هنا على المعلم أن يرى إلى من يميل، إلى من يميل هذا الطالب. إذا ما كان هناك بعض الطلاب الذين يميل إليهم، قد يكون هناك البعض الآخر يميلون إليهم، فنندمج معهم ويكون كلاس وورك يعني أو تيم وورك. أي شيء موجود مثل هذا ينخرط فيه الطالب. وأنا شخصيا كنت حريص عندما أكون مجموعات أن أكلف كل طالب في المجموعة، إذا كانت المجموعة من 4 أو 5 وتيفر كما تكون، كل طالب لابد أن يعني يشارك بجزء معين، لكن لا يكون مستمع في وسطه. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا ببساطة عليه أن يجعله يندمج مع الآخرين، لأن الانتماء لا يأتي إلا من الحب والشعور بالأمن والأمان والاطمئنان في المكان الذي هو فيه. جميل. وسأختم كلامي بكلمة واقعية أمام عيني وأذني وكل شيء. أم يعني مطلقة ومع الأولاد، ولد من الأولاد 7 سنوات، وكنت عندهم، والله والله هذا حدث، كنت ضيفا عندهم، والأم يعني من شدة غضبها، الولد شقي شوية حقيقة، من شدة غضبها من الولد قالت له: أنت خلاص لابد أن تذهب إلى أبيك. طبعا بالعامية، لابد أن تذهب إلى أبيك. والولد في يعني منهار في البكاء من لتأنيب أمه له. وإذا بالطفل ابن 7 سنوات تقول له: هذا ليس بيتك، اذهب إلى أبيك. يقول لها: لا، هذا بيتي. وانتقل الصراع بينها وبين الطفل الصغير ابن 7 سنوات، أنه يقول، هي تقول: اذهب إلى بيت أبيك، وهو يقول لها: لا، هذا بيتي، هو ليس أنا بيتي، ليس بيت أبي، بيتي هذا الذي أنا فيه. وصمم على ذلك. فأنا يعني صلتي بالناس ليست كبيرة أو ليست قوية. أخذت الولد وهدأته وكذا، وقلت له: نعم، صلتك ببيتي هو بيتك، هم يحبونك وأنت تحبهم. لا لا لا، لا تذهب إلى بيت أبيك، أنت تحب هؤلاء الناس وهم يحبونك. بدأ يهدأ يهدأ، شعر بأنهم يحبونه مثلا. وتكلمت بعد ذلك مع الأم فيما بيني وبينها. فإذا هنا لابد أن نوفر للطفل، سواء في البيت أو في المدرسة أو في أي مكان، كلمة الحب، نوفر له الحب. والله وأقسم بالله غير حانس، حضرتك تفضلت أن الأطفال يقولون: لا نريد الحضانة، أنا لا أريد اليوم، وهكذا. والله والله أطفال صغار كانوا في يعني قبل المدرسة، بري سكول اللي بيسموها الكينتر جاردن، الأولاد إذا غابوا يوم عن المدرسة يبكون في البيت، يريدون أن يذهبوا إلى الروضة. وهؤلاء أحفادي حقيقة بصراحة كده يبكون. فأنا اندهشت، يحبون الروضة حبا جما. ذهبت إليهم هناك، جت مجتمع رائع في التعاون بين أطفال غير منتمين إلى يعني عرق واحد. هذا كان في استراليا، يعني شوف حضرتك الموجودين قد ايه في الصغار، مندم حب شديد جدا. فكانوا يبكون في اليوم الذي، حتى مامتهم احيانا تروح بدري تاخذهم قبل الساعه 4، البنت الصغيره كانت تبكي
وتقولي جدو وتستي نعم يعني وهكذا. فأقصد أقول توفير الحب والشعور بالأمن والأمان والاطمئنان هو الذي يقود إلى الانتماء. جميل، وشكرا شكرا وشكرا. جزيلا أستاذ الدكتور فؤاد. الحب قيمة يجب أن تؤصل، وأظن أننا تحدثنا في حلقات سابقة حول في التربية الوالدية حول تلك القيمة. دكتورة هيفاء أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام، أهلا وسهلا يا دكتورة، عليكم السلام. الله يعطيكم العافية، والله حديث جميل في القيم خاصة في ترسيخها في الأطفال. فيما يتعلق بالانطوائية دكتور، يعني هنا لابد من البحث عن الأسباب أولا حتى نستطيع أن يعني نجد العلاج. يعني زي ما تكلمت الدكتورة بدرية، إن ممكن هل هذا السلوك الموجود عند الطفل هل هو شيء عرضي ولا شيء دائم؟ لذلك يعني هذه السلوكات المدرسة تعالجها عادة كما قال الدكتور التفاعل، الأنشطة التفاعلية. فمثلا تفعيل قيمة أسبوعيا من خلال مجموعة أنشطة في المدرسة، كيوم مثلا قيمة الصداقة، في أسبوع قيمة التعاون، في أسبوع قيمة الحب. لكن عمل المدرسة وحده لا يكفي، لابد من تشاركية، لابد من تكامل، لابد من إطلاع الأهل على مثل هذه الأنشطة حتى تكون الأسرة أيضا امتداد لما يحدث في المدرسة، فتترسخ القيمة بشكل أفضل، كما هي بين الأصدقاء في المدرسة أيضا هي بين الأخوة في البيت، بين الأقارب في الأسرة الممتدة، أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، وهكذا مع الأصدقاء أطفال الحي وهكذا. فإذا تكاملت المؤسسات وتشاركت، أظن هذه السلوكات سهل القضاء عليها، فقط تحتاج إلى يعني وعي وإدراك وأنشطة بسيطة جدا أحيانا تخلصنا من كثير من مثل هذه السلوكات. والله يعطيكم العافية شكرا دكتور. جزيلا دكتورة هيفاء، تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا. دكتورة العفو. أستاذة نادية مغافير، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، السلام أهلا عليكم وسهلا، جميعا. أهلا بك. أعتذر دكتور على عدم حضور الحصص الأخيرة. تفضلي، أهلا وسهلا. بالنسبة لهذا الموضوع ودور المعلم يعني في هذه المشكلة التي هي الانتماء، خصوصا مع بعض الأطفال الذين لديهم سلوكات غير لائقة، هنا أجد بأن هذا المعلم أو هذا المدرس عليه أولا أن يتمكن من تكوين جيد ولديه قاعدة علمية حتى يتمكن من تحديد هذه السلوكيات وكيفية التعامل معها، وأيضا لتنوير آباء وأولياء التلاميذ إذا كان هناك لقاء أو فرصة للحديث عنها. وهنا سأعود بكم دكتور إلى كتاب التربية الوالدية، لا ديسيبلين بوزيتيف لجين لينسون. هنا تتحدث بالأساس بأن أي سلوك غير لائق هو فرصة للتعلم، يجب على المربي أن يأخذه فرصة للتعلم بالنسبة لذلك، لا له هو كشخص مربي ولا لذلك الطفل الصغير. وقامت بتوزيع هذه السلوكيات غير اللائقة على أربع جوانب، سمتها بليزوبجيكتيف ميراج، الأهداف السراب، يعني بأن كل سلوك وراءه هدف سراب لذلك الطفل. كنا اشتغلنا في ورشة على هذه المسألة. قامت بتحديد قلنا أربعة ديال المكونات، أن هذا الطفل إما يريد أن يجذب الانتباه، أو أن يملك السلطة، أو أن ينتقل، أو أنه يحس بالعجز. وربما هذه العزلة التي تحدثت عنها دكتور كمثال تدخل في هذا الباب الأخير، وهو الإيمان بالعجز. يعني هذا الطفل يقول الأول عندما يجذب الانتباه يقول بأني أنتمي عندما تركز اهتمامك علي، يعني هذا التنويه. بالنسبة الذي يمتلك السلطة فهو يقول أنا أنتمي فقط عندما أكون في موقع قوة، يعني أنا أحقق ذاتي وأفرض طريقتي في التعامل إلى آخره.
بالنسبة للانتقام اللي هو المرحلة الثالثة، يقول إني لا أشعر بالانتماء إلا عندما أعاني وفي نفس الوقت أجعلك أنت أيضا تتألم. أما الإيمان بالعكس، وهو نقول بين قوسين هو يعني الاعتزال عن الناس، فهذا لا يستطيع أن يشعر بالانتماء ولا أن يحس بالأهمية، فبالتالي يقول أنا لن أستطيع أن أجد مكاني بينكم، فبالتالي سوف أنسحب. ويعني قامت بربط هذه الأهداف السراد مع المعتقدات الخاطئة التي تتكون لديه. فبالتالي إذا كان هذا المربي ليس متمكنا من هذه الآليات العلمية إلى حد ما، أظن بأننا سوف نفشل في إيصال المفهوم لدى التعلم ولدى الأشياء أخرى بطريقة جيدة. إذا شكرا، هذا بين كانت قوسين. نعم، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. أقرأ بعض التعليقات للأساتذة. الأخ عمرو عظيمة: أتفق، فالمعلمون في غزة خير مثال. بارك الله فيك أستاذة وفيقة. الولايات المتحدة الأمريكية: نحن بحاجة ماسة للتربية الوالدية، لربما كدورة قبل الزواج أو قبل الإنجاب. تعليم الأهل للتربية الوالدية مهم في بناء المجتمع المستقبلي. كنت أقول للطلاب: أنا أؤمن بقدراتك، أرجو منك أن تؤمن بقدراتك. والنتيجة كانت مذهلة الحمد لله. أستاذ عمرو: من خلال تجربتي البسيطة، هناك صنفان من المعلمين، صنف قرر أن يعمل ويتحدى جميع الصعاب، وصنف آخر قرر أن يجعل من التحديات حجة لكي يجلس بدون عمل. أستاذة باية باديس تحدثت، يعني هي تتابع. أهلا وسهلا أستاذة هنادي. أستاذ أحمد عرض نموذج يقول: هذا مما نحضره حاليا، القيم الذاتية. القيمة الأولى: الإيمان بالله، من 3 لـ5. شعار النشاط: الله خالق الكون. مكان النشاط: البحر. نوع النشاط: جلسة تفكر. الطريقة: حوارية بنائية. وبعدين نبدأ نشوف أهداف النشاط إيه، يعني مسألة أن البداية دائما تبدأ بالإيمان بالله. إيجاد حلول عملية لذلك. أستاذة فداء: أستاذ عادل، إذا كان عدم التفاعل مع كل المعلمين، أنت بتسأل سؤال، هنا مشكلة في المعلم. وأظن أن الأستاذة مغافير جاوبت الآن على هذا السؤال. أستاذة مروة، دكتورة مروة: مع باقي التلاميذ، الحرص على إشعار الطفل بالأمان والابتعاد عن مراقبته وملاحظته حتى لا يشعره بالتوتر والحذر من في أي فعل، البحث عن نقاط التميز لهذا الطفل وتكريمه. هذا أيضا جانب مهم للغاية. طيب، المدرس أو المدرسة أمام مشكلة العزل، جاوبنا وإجابة جميلة جدا مهمة ووجهات نظر رائعة، بدأت بطرح الدكتورة بدرية ومن ثم باقي الإخوة والأخوات. الإجابة أو المنطق بيقول إن لابد من أن نوجد بيئة تبعث على القبول، بصرف النظر هذه الحالة مؤقتة أم حالة دائمة أم كذا. البيئة، بيئة المدرسة، بيئة المكان، مدرسة، معلم، يعني إدارة صفية وليست مجرد رقابة. يعني ألا يكون الأبناء موضع سخرية عند ارتكابهم الأخطاء؟ وده كان بيحصل للأسف الشديد من مدير المدرسة، من نظر المدرسة، من المعلم، الاستهزاء والسخرية من سلوكيات بعض الأطفال أو تصرفات معينة فتقابل بطريقة مش كويسة، وأن يشعر الأبناء بأنهم محميون من إساءات الآخرين وأنهم أعضاء مهم وأساسية في غرف الصف. وده بيأمن على كلام حضراتكم اللي قلناه من شوية، من شوية كان كل كلامكم في إيجاد البيئة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمننا من الخوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي هرم ماسلو أو في تنظيم ماسلو لإشباع الحاجات، قال: الحاجة البيولوجية، ثم الحاجة إلى الأمن، ثم الحاجة إلى الحب،
ثم الحاجة إلى تقدير الذات، ثم الحاجة إلى تحقيق الذات، ثم الإبداع. يعني مقومات سماها الحاجات الأساسية، ومن ثم تأتي حاجات تشبع من قبل الآخرين في البيئة، من الآباء، من المعلمين، من المدرسة، ثم حاجات من قبل المتعلم نفسه، ثم بعد ذلك يقبل على أن يبدع ويحقق ذاته. فإذا رقم واحد إيجاد بيئة تبعث على القبول داخل البيت وداخل المدرسة. جميل جدا. الأمر الثاني، اثنين، تشجيع على الترابط وتنمية الاعتزاز بالجماعة، وده أكد عليه الدكتور من شوية، دكتور فؤاد، إن أنا لازم أدعم العمل الجماعي. إحنا اتكلمنا عن ده قبل كده، دعم قيمة العمل الجماعي مع الطلاب. عندنا مشكلة كبيرة جدا في جامعاتنا مع الطلاب اللي جايين من الثانوية العامة، ولم أصلا يجلسوا داخل غرف صفية بسبب جائحة كورونا، ومشاكل كبيرة جدا، كثيرة جدا في هذا الأمر على مستوى العالم يعني. طيب، غابوا عن العمل الجماعي، وكل العمل بشكل فردي، ده إذا أصلا طلب منه، ولهذا انعكس على شخصيته. مطلوب أن ندعم قيمة الترابط وتنمية الاعتزاز بالجماعة، لأنه القيمة دي ظاهرة جدا الآن في غزة، ظاهرة في 1,900,000 ولا 800,000 ولا 2 مليون اللي تركوا الشمال ونزحوا إلى الجنوب. استقبال أهالي الجنوب لأهالي الشمال ليس استقبال مبني على إن أنا يعني بحسن إليك وأنا بقول لك تعالى اقعد معي، لا، ده هو عارف إنه هيبقى في نفس المشهد، وده حصل تاني الآن يعني. وبالتالي تقاسم كوب الشاي وتقاسم الطعام والحرص على الاهتمام برعاية الأطفال في أماكن الإيواء العامة والخاصة وغيرها، يعني التابعة للأونروا أو غيرها من المؤسسات، يعكس لك حالة الترابط والاعتزاز بالجماعة. اللحظة اللي بيقصف فيها بيت، تخيل بيت بيقصف وما زال يقصف، ورغم هذا بتلاقي الشباب بيجري على البيت. لو ما فيش هذا المعنى، إن اللي بيصيبك الآن وبيؤلمك الآن هيؤلمني بعد دقائق، لأنه محدش عارف مصيره إيه. احنا شفنا نماذج وهيكتب عنها بمداد من ذهب يعني. فقيمة لما تنمي ده عند الأبناء وهم صغار، لما يكبر مش هيقول لك وأنا مالي، ليش دعوة. ولهذا الصورة التعبيرية هنا الثلاثة كذا حد مع بعض يعني بيؤدوا عمل. ولهذا عندما يغيب مجلس الطلبة وتغيب الفرق الإنشادية وتغيب الفرق الرياضية وتغيب الأعلام وتغيب الشعارات وكل هذه، وحتى القبعات اللي عليها شعار المدرسة، ينمي الانتماء للمكان، عمل جماعي ولعب الأدوار والرحلات المعرفية، عمل الجماعي والتركيز على الأنشطة الجماعية والمشروعات، كل ده بيؤصل وينمي روح الفريق وعمل الجماعة، ويؤكد معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثلاثة، إن أنا أقلل من مشاعر العزلة، إن يبقى عندي أنشطة جماعية، عندي تعلم تعاوني، عندي أنظمة الرفاق، عندي الرحلات الجماعية. ده صعب يعني؟ مستحيل؟ لا، مش حاجة اسمها مستحيل. مكلف وهيعمل لي واحد يقول لك الجدول هيضيع بتاع المدرسة، الجدول هيخرب يعني. لا طبعا، الجدول مش هيخرب ولا حاجة. هو أنت دورك تعلمه عربي وحساب وبتاع ده بس، ولا تكون وتشكل شخصيته؟ شايفين الصورة اللي ورايا هنا؟ الولد ده قاعد بيرسم او بيشتغل يعني، بيعمل حاجات مهارات يدويه، فبيشتغل وجنبه واحده مجموعه مع بعض يعني. فلازم
بنتكلم في المناهج وفي الاستراتيجيات التدريس عن التعلم والتعاون، ولكن لا نجد على أرض الواقع تفعيل التعلم والتعاون. ومن هنا الأنشطة الجماعية والتعلم التعاوني هو اللي بيخرج النموذج اللي أنت شايفه الآن، اللي بيتقاسموا كوب الشاي لوحدهم وبياكلوا رغيف الخبز بيقسموه مع بعض، والأسرة اللي لم تجد شيء غير إنها تشتري كم كيلو طماطم وتطبخه وتطهيه يعني ويتناولوه كطعام للغداء. حاجة يعني إيه ده؟ إيه اللي بنشوفه ده؟ طيب، أربعة، ودي مهمة أيضا، إن أنا أتيح فرصة إن أخدم هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه، أتاحت الفرصة لخدمة الآخرين. يعني إيه خدمة الآخرين؟ يعني حضرتك ما أنتش عايش لنفسك، وفي آباء بيعلموا أبنائهم إنهم يعيشوا لنفسهم، وفي أمهات بتعلم بناتها إن هم يعيشوا لنفسهم بس، حتى أخوه ما يهتمش بيه، وحتى أختها ما تهتمش بيه، وبعض الآباء بيغرس ده في وجدان الأبناء، ولهذا برحيل الأب أو الأم تتحول الأسرة إلى أسرة مفككة ومشتتة، فيها من الحقد وفيها من البغضاء وفيها من عدم الاهتمام وفيها من غياب التوقير والاحترام والتقدير. مفيش بر. طيب، مساعدة التلاميذ الأصغر سنا، جميل. التلاميذ اللي غايبين يقول لك ما يغيب ولا يتعمل، أنا ماله وماله. ولد عنده ظروف من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، طيب، تقديم الخدمة من الطالب البارع في مجال ما إلى الطالب الضعيف في هذا المجال، جميل. وده غاب. كان زمان في الكتاب، في اللي حافظ كان الشيخ في الكتاب بيسميه العريف، يعني هو ده اللي يقف ويسمع للولاد الصغيرين. فتلاقي الكتاب متقسم مجموعات كده، شباب حافظ كام جزء بيسمع للأطفال اللي لسه جاية بتتعلم في الصور اللي بادئين بيها، وخلايا نحل شغاله. ده مين اللي ابتكر هذا الامر؟ ما دي استراتيجيه من الاستراتيجيات يتعلموا. فين بعد كده؟ قال لك لا، ده في استراتيجيه تدريس اسمها التدريس التبادلي، وفي استراتيجيه اسمها التساؤل التبادلي. يعني انا بدرس لزمايلي وزمايلي بيدرسوا لي، وبسأل وبطرح السؤال والمعلم يجاوب، أو بطرح وزمايلي يجاوب. استراتيجية، كل ده بيدعم التعلم النشط داخل الصف. إتاحة الفرصة أحبائي لتقديم الخدمة للآخرين ينمي عند الأبناء مشاعر التعاون، وهو مهم جدا للآخرين، وده نموذج شايفينه في كل الأماكن اللي فيها نوع من العزة والصمود والاحترام والتقدير. يبقى إذا كل ما يبعث على القبول داخل المدرسة لازم يشتغل عليه: الترابط وتنمية الاعتزاز بالجماعة، الإقلال من مشاعر العزلة، إتاحة الفرصة لخدمة الآخرين. كلام رائع ومهم ومحتاجين جدا إن إحنا نؤسس له. طيب، لو أنا عايز أعمل تقييم ذاتي للمدرس أو لولي الأمر في بناء الشعور بالانتماء، وهنجاوب على الاستمارة الجميلة اللي قدامنا دي، وبعدين أمسك ورقة وقلم وأحسب أشوف المجموع الكلي للنقاط قد إيه، وأقارنه بالمقياس اللي أمامي، وأشوف كده الجدول اللي قدامي ده، جدول الجميل السهل ده، هو حاطط لي مقياس متدرج من دائما وعادة أحيانا ونادر، وأشوف النقاط اللي عندي عشان يعني عبارات: هل أستطيع أن أحدد نقاط القوة لدى كل تلميذ عندي في الصف عشان أنظر له بصورة إيجابية، فأنا عارف هو متميز في إيه يعني. طيب، هل أطبق القوانين بطريقة تحفظ كرامة الأبناء واحترامهم؟
هل أمكن أبنائي تلاميذي من عرض نقاط القوة والمهارات لديهم؟ جميل أوي هذا الجانب. في ناس مركزة بس على الولاد المتميزين في الفصل، في مدرسين كده يقول لك أنا شوية وجع دماغ يقرفوني ليه؟ أنا فاضي لسه للضعيف ده عشان فهو مركز على اللي بيجاوب، قول يا بقى حبيبي، ويشجع في اللي بيجاوب وسايب التانيين دول مش ولاد البطة البيضة يعني، يهتم بيهم عبرهم وبيتألموا نفسيا. طيب هل أساعد تلاميذي على اكتساب المهارات الاجتماعية للصداقة والعمل بشكل تعاوني ومراعاة مشاعر الآخرين؟ طيب هل أخطط لأنشطة تعزز ترابط الفريق أو تلاميذي في الصف؟ افتقدنا الرحلات يا جماعة، افتقدنا الزيارات الميدانية، افتقدنا العمل الكشفي الشافة. دكتور هشام الطالب ربنا يبارك في عمره له كتاب رائع إن شاء الله أنا أعرضه هنا في ضمن البرامج اللي بتقدم في الملتقى عن القيادة وكيف ننمي. الكتاب ده اشتغلوا عليه في المعسكرات الكشفية وإعداد الكشافة وتنميته، كتاب مهم جدا جدا إن شاء الله يعرض ضمن ما سنعرضه إن شاء الله. هل أعبر عن اعتزازي بالتلاميذ وأوجه لهم ذلك مباشرة؟ يعني اللي بيجاوب عندك بتقول له أحسنت، بارك الله فيك، تحياتي، برافو عليك، بتعزز عنده ده ولا مش فارقة عندك؟ بكلمة بتؤثر بيها وجدان هذا الولد. وده بيفكرني بالطالب دايما اللي بحكي عليه في أحد الأحياء في القاهرة لما رحت زرتهم أيام في وقت كنت أعمل فيه في مركز الامتحانات في المقطم. هذا الطفل في رابعة ابتدائي اسمه محمد، فاكر أنا وأنا حكيت قصته لحضرتك. هذا الطفل عندما غاب عدم الاهتمام عنه كان مشاكس مزعج، ما أحبش أقول شقي يعني، حركاته زايدة، عدواني في الصف، محدش معبره أصلا، وده باين على وجهه وملامحه ووشه متشلفط يعني، وقاعد في آخر مقعد ويزق الولاد اللي جنبه يوقعهم في الأرض، ولا يعني لا مدرس ولا مدرسة، والمدرسين بيتعاملوا معاه بالمنطق ده يعني إن ده بني آدم ملوش لازمة في المكان، وجوده زي عدمه يعني. فلما وقع نظري عليه قلت ده تحدي بالنسبة لي في زيارتي لطلابي في التدريب الميداني، إني لازم مستعينا بالله إن ده ما خرجش من المكان ده إلا وهو أعمل اللي عندي. فاجتهدت في التعاطي والتعامل مع هذه الحالة، وسألت سؤال سهل وطلبت من الصف ان نحترم يعني آداب الرد، مش حاجة اسمها انا يا مستر وانا الكلام الفاضي اللي الاطفال بتعمله ده احيانا والمدرس بيسكت، لا حط ضوابط ويرفع ايديه، الاطفال بتستجيب جدا، فكل الفصل رفع ايديه وهو رفع على استحياء كده يعني لاني عدت الاجابة كذا مرة. قلت له قول اسمك ايه؟ قال لي محمد. قلت له قول يا محمد، قال الإجابة إجابة سهلة يعني، قلت لهم صفقوا لمحمد، كل مش العيال مش عايزة تصفق لمحمد، يعني مين ده اللي يعني. قلت لهم كلنا نصفق لمحمد وأنا أول واحد، وطلعت عملة ورقية كتبت له عليها كده إهداء وقلت له دي هديتك مني، أنت هتبقى كويس ممتاز وأنا مبسوط منك كده. سمعته بعد ما خلص هذا الموقف بيقول لزمايله سامعه انا من بعيد، اسكتوا بقى عايزين نفهم كده يعني، اسكتوا بقى عايزين، وهو اصلا اللي كان قالب الدنيا. فلما انتهت الحصه وكان في فسحه وقضيت معاهم الفسحه جزء منها يعني في البتاع، مسكني من الجاكيت بتاع البدله وانت مش عدت هتجيلنا هنا تاني، والدموع في عينيه يعني، ف أشفقت عليه هذا الإحساس
ونزلت لمديرة المدرسة عشان أكلمها وأوصيهم عليه. يعني ده نموذج من نماذج، يعني نموذج مهم. هل تعبر عن اعتزازك بالتلاميذ وتوجه لهم ذلك مباشرة؟ هذا أمر مهم. هل تتيح لهم الفرصة للحصول على تقدير زملائهم نظير جهدهم وتحصيلهم؟ هذا جانب مهم. وبالتالي تجاهل هذه النماذج اللي بينظر إليها أصلاً إنها مهملة ومستهترة، وأنت ما تعرفش ظروفه إيه، أبوه شغال إيه، أبوه حي ميت، أمه شغالة إيه، ما من غير أهل الولد ده ولا مين، لأنه الشكل العام يوحي إن ده يعني شخص لا أسرته سائلة عنه ولا المدرسة سائلة عنه، هو أو غيره يعني. هل أتيح لتلاميذي الفرصة للعمل معه؟ هل أمنع تلاميذ من الاستهزاء بالآخرين أو رفضهم؟ مش معنى إن النموذج ده عندك في الفصل وعنده ضعيف في التحصيل إن أنت تزدريه. ومدرس اللي يقول ده أنا لو ابني زيك أنا هرميه في الترعة أو في النار. في الثانوي كلمة تقع على أذان الواحد، إيه ده؟ إزاي مدرس بيقول لي الكلمة دي؟ أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة يعني. والولد ده والتاني اللي يقول له آخرك هتبقى سواق تسوق عربية نقل، والولاد هي اللي بيسوق السواق أو بتاع العربية النقل، يقولوا التلميذ زميله. أو الراجل اللي بيقول للدكتور زميلنا اللي التقيته في جامعة الملك سعود، أنت عيب لي في الفصل، والواد ابن بياعة الخضار ده أحسن منك. فطبعا ابن بائعة الخضار سمع الكلام روح يبكي لأمه اللي هو فيما بعد بقى دكتور وفي الصحة النفسية، وبيحكي قصته أمامي وأمام أعضاء التدريس في مركز تنمية القدرات أو في عماد التطوير المهارات في الجامعة، وأنا أدير الورش أو البرنامج يعني. قال هحكي لكم موقف خاص بيا، وأنا حصل واحد اتنين تلاتة، حكى وأنا حكيت ده قبل كده. فأمه نظرت إليه بعد أن رحل والده أثناء حرب اليمن ولم يعد وهي تقوم على رعاية ابنها، قالت له عايز تثبت لهذا الرجل اللي هو شيخ الحارة ده ولا العمدة ولا أي مكان، اجتهد وخليك زي ما أنت. وفعلا ده كان التحدي، كل سنة كان ياخد الحلويات ما ينجح ويروح يديها لصاحبنا الراجل ده أبو الولد زميله اللي في الفصل، لحد ما وصل للماجستير والدكتوراه تقريبا، مش فاكر كان في الماجستير او في الدكتوراه، قال الفضل لله عز وجل ثم لامي ثم لعم الحاج فلان. قال له انا عملت ايه؟ ما عملتش. قال له لا ده انت فضلك كبير قوي، انت حضرتك في يوم من الايام وانا في الصف الابتدائي دخلت الصف ووقفت في داخل الصف وامام زملائي وقلت لابنك بقى انت مش قادر تبقى زي ابن بياعة الخضار ده، وهزأت بيا امام اللي تعالى. ولهذا انا من يومها واخدت عهدي مع امي اني اتميز. هذا الدكتور علي ربنا يبارك في عمره من الاردن وهو استاذ في الصحة النفسية، حكى هذا الموقف والحكايات كثيرة. فمقياس النقاط احبائي في هذا العمل، لو جمعنا وحصلت من 37 ل 40 فأنت متفوق، إذا خدت من 32 ل 36 فأنت ممتاز، إذا جبت من 27 ل 31 نقطة فأنت جيد في مسألة تعزيز الانتماء، إذا جبت من 22 ل 26 مقبول، أقل من 26 فأنت بحاجة إلى مساعدة ومساندة. يعني تعبير جميل بسيط، والجدول ده بيعبر ببساطة عن تلك القيمة. أنا عايز بقى أقترح مقترحات لبناء الشعور بالانتماء. ليه الولاد لم الشباب لا يشعر بانتماء تجاه مؤسسته، تجاه وطنه، تجاه بتاع؟ لأن في خلل. في خلل في الخطاب الإعلامي، في خلل في البناء الأسري، في خلل في الرؤية العامة، في خلل على المستوى التعاطي الاجتماعي. غياب المدرسة هو أحد أشكال الخلل. تخيل عن أداء دورها يعني. طيب نعمل إيه؟ الدكتورة قالت أو
أستاذة مادي قالت علق ملصقات داخل أو خارج الصف عليها صور الطلاب الجدد مع أسمائهم ومعلومات عنهم، بنمي الانتماء. ده في طفل مجرد أن يتقال اسمه في طابور الصباح ده كأنه ملك الدنيا وما عليه، بس إحنا ما بناخدش بالنا. تفرقش. عين رفيق لكل تلميذ جديد واطلب من الرفاق جمع معلومات عن الطلاب الجدد لتقديمها في الصف. الله، مساعد يعني. ده بيحصل، ده الكليات العسكرية بيعملوا كده. يبقى كل دفعة أو مجموعة معاها حد بيساعدهم وبيتعرف عليهم ويقدم لهم خدمات إلى آخره. جميل. وبعدين اطلب من المجموعات التعليمية التعاونية اختيار شعار يمثل فلسفتها. أقول لطلابي أنت اسمك مجموعة إيه؟ أنت في كذا، حتى داخل التدريب نقول له كل مجموعة تختار شعار ليه؟ ويوضع الشعار على علم أو بطاقات مزخرفة تلصق بمقاعد الطلاب. حاجات بسيطة بس مؤثرة جدا جدا جدا. كل ده بينمي الانتماء. طيب، شجع التلاميذ على كتابة كلمات شكر وتقدير لأولئك التلاميذ الذين يشعرون بأنهم كانوا لطفاء معه. يعني واحد أسدى ليك خدمة، اكتب له رسالة شكر، حتى تتعلم الأولاد إزاي يكتبوا ويسجلوا مشاعرهم تجاه الآخرين. ابني شعور بالاعتزاز بالصف والمدرسة. يا أنا مدرستي كانت المدرسة البعيدة. حلوة المدرسة البعيدة، المدرسة اللي على أطراف القرية، اللي على حرف ال، فيها 3 أدوار وفيها ملعب كبير مساحته كبيرة جدا وفيها ملعب صغير نلعب فيه وفيها مسجد جميل ومكان وفيها مرسم وفيها غرفة للأنشطة وفيها غرفة للكذا. يعني مدرسة في شكلها ومعناها، وفيها مدير حنون طيب ومدرسة طيبة تدرس لنا أبلة تحية، وفي سنة أولى وسنة تانية وسنة ثالثة فيها هذه البيئة، وزملاء أحباء وأصدقاء أحبهم وأقدرهم وأعتز بأني واحد منهم. يا سلام على المشاعر. كل ما تفتكر البيئة اللي أنت فيها، المدرسة اللي أنت تشكلت فيها، تشعر بالفخر والسعادة والاحترام لكل من قدموا، من كان منهم حي فليمدد الله عز وجل ويبارك في صحته، ومن توفي فنسأل الله لهم الرحمة. اللهم أمين يا رب. استخدم الاجتماعات الصفية، حصص الاحتياطي، الكذا، عشان تعالج مواضيع ومشكلات بتهم تلاميذك، وشكل لجان للعمل على حلول المتابعة والتوصية. يقول لك يا عم أنا بدرس علوم، أنا مالي، أنا ومال اللجان ومالي ومال البتاع والعيال، أنت هتوشيلي راسي ليه؟ ده شغل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي. هو وقد يكون محق في كلامه، بس حضرتك أنت مربي، أنت معلم، أنت مؤثر، ليجب أن تكون لك بصمة، يجب أن يكون لك تأثير، يجب أن يكون لك دور، وضمن أدوارك إن أنت تؤدي هذا الأمر، مش لوحدك، معك المدير ومعك الناظر، وإيه إيد وحدها ما بتصفقش، إنما الفريق العمل ده لازم يشتغل على هذا طيب، أنا أقف عند هذه الجزئية قبل ما أروح لتحديد الهدف. تحديد الهدف ده، نحن بدون هدف لا قيمة لما نقدم. والأسبوع الماضي كنت بتكلم عن الكتاب الإلكتروني وقلت الكتاب الذي لا يكون له هدف، ليس له هدف فلا حديث عن أي شيء، حتى لو أبدعت فيه مهما عملت. الهدف، هدفك إيه؟ ما هدف أهل غزة وأهل فلسطين؟ هدفهم إيه؟ إن هم يعني يستمتعوا بإن هم يموتوا يعني، ولا لا، عندهم هدف أسمى، إما النصر أو الشهادة. هذا الهدف هدف بعيد المنال. بقى أنا بربي وبكبر وبعمل عشان يرحل؟ آه طبعًا، ما هو أنت مش ده دوره في الحياة. بيدافع عن وطنه وعن عرضه وعن مقدساته وعن أبوه وعن أمه وعن المجتمع وعن بيدافع عن دينه.
فهدف بعيد، مش عايز عربية أحدث موديل ولا موبايل آيفون مش عارف إيه، ولا عايز يروح يحتفل بعيد الميلاد في مش عارف إيه ويجي له. هو عنده هدف بعيد، فهذا الهدف بيلخص في تلك الكلمات اللي بيختم بيها المتحدث الرسمي للمقاومة دائما كلمات: إما نصر أو استشهاد، ينتصر أو يستشهد، وفي كلا الأمرين هو فايز. عشان كده الآليات ومعايير تحقيق الانتماء لما نيجي نقيسها عند الناس دي لها دلالات كبيرة جدا، لازم ترجع بقى وتشوف ده اتربى ازاي وتشكل ازاي واتعمل ازاي. ما حدش فيهم بيتملق او بيرائي او يدعي، لان احنا شايفين الثمن اللي بيدفع امامنا. ولهذا قضية الانتماء مهمة جدا. برجع معاكم لأول الموضوع، أول صفحة في الانتماء، وهقف عندها كده. أول ما قلت شعور الأبناء بالعزلة والمجتمع اللي احنا فيه، إلى أي مدى يحتاج أطفال فلسطين الآن إلى دور معزز من قبلنا ومن قبل العالم العربي والعالم الإسلامي بل العالم كله، حتى نتعلم نحن منهم معنى الانتماء. هما بيعلموا الناس كله الانتماء، خدوا بالك. هذا الرجل جد اسمه روح الروح، هذا اللي قال لحفيدته وهو يقبلها من عينيها وهي مستشهدة، وقال عبارات تلقائية أصبح أيقونة العالم كله. علم الناس معنى الانتماء، انتماء الجد إلى حفيدته ووداع الحفيدة بكل حسرة وأسى، ولكن بكل رضا وتسليم لله سبحانه وتعالى. فالانتماء اللي بيتجسد في صورة صحفي يودع أسرته بالكامل، أو يعني غالب أسرته، زوجته وابنه وحفيدته وبنته، ثم يعود يمسك بالميكروفون ليؤدي رسالته، ايه ده؟ وصحفي يفقد عائلته كاملة وهو على الهواء مباشرة، ورغم هذا ولا يشارك في دفنهم ولا يشارك في وداعهم ولا شافهم أصلا ولا حد عرف يدفن، ورغم هذا يستمر في أداء رسالته. وصحفي آخر يقصف في المكان ويجري ويتحرك ويفاجأ بأن أبوه استشهد، فيودع أبوه وهو محمول على سيارة كارو يجرها حصان أو حمار، ودموعه في عينيه ويرتدي زي الصحافة، ثم يعود أبراجه بعد أن يدفن والده في الشارع ويصلي عليه 5 6، ثم يعود لينقل الحدث. أنس الشريف وغيره، هذه نماذج سيكتب عنها كتب ومجلدات. ما مغزى أن يفعل هؤلاء هذا الأمر وقبليهم شيرين أو عقلة فاكرينها، وقبليهم فلان، وقبليهم نماذج كثيرة جدا. الناس دي لديها إحساس بمعنى القضية ولديها ويعيش من أجل القضية، وبالتالي شعوره بالانتماء الأسمى والأعلى أنه في الآخر هو بين يدي الله، أمانة هتستودعها وياخدها. الانتماء قيمة كبيرة نحتاج إليه. وأنا سبق في مداخلة سابقة تكلمت على الرسالة التي أرسلت من هولاكو أو كتبغا إلى سيف الدين قطز قبل معركة عين جالوت، والرسالة موجودة على جوجل ممكن حضراتكم تقروها، وأشرت إلى ده. كلام واقعه صعب جدا على النفس، واللي كاتب الرسالة مسلمين في الجيش التتاري، يعني من الأدباء والخانعين التابعين، ولكن كتبوا رسالة قاسية جدا بلغة عربية، ورد عليهم قطز رد واضح جدا وقطع الرسالة وأمر بقتل من حملوا الرسالة، لأنه كان في اعتقاد شائع لدى الناس على مستوى العالم أن التتار لا يقتلوا. ف
فعشان انت داخل الحرب يبقى لازم تثبت للشعب انهم بتقتلوا وادينا قتلنا، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الاسر. ولكن في الموقع ده والموضع ده اللي وصل بيه الهوان ان التتاري يدخل البيت فيجد اسره كامله سواء من امراه تتاريه او رجل تتاري فيقول للاسره لقد نسيت سيفي، سأذهب وآتي بسيفي لكي أقتلكم، فينتظروه يقولوا له طيب، ويروح يجيب السيف ويقتل الناس. إيه ما هذا الوهم وهذا الضعف؟ فلما ساد هذا في العالم، لأنه كان الانطباع والصورة الذهنية التي يصدرها الإعلام أن التتار لا يقتلوا ولا يهزموا، فأراد قطز أن يؤكد للعالم وفي المجتمع في مصر وقتها أنهم يهزموا وأنهم يقتلوا. وده اللي حصل في رحلة جميلة بدأت بمعركة غزة عندما انتصر بيبرس على أول حامية تتارية، ثم أكمل الجيش المصري أو المسلم رحلته من الصالحية عبر سيناء وصولا إلى غزة، ومن غزة إلى جنين، ومن جنين إلى سهل البقاع، ليلتقي بالجيش التتاري بقيادة كتبغا القائد الأول لهولاكو، ويهزم الجيش ويولون الدبر، وهزم الجيش التتاري في عين جالوت في معركة خلدها التاريخ، ولم يبقى فيه جندي واحد أو ضابط، وقتل قائد قتل الجميع، وأبيدوا عن آخرة ليشهد التاريخ أن التتار يقتلوا وأن التتار يهزموا. وبقيت تلك يعني سمة كتبت لقائد مظفر كان شعاره وإسلاما عندما ألقى بقوزته على الأرض ونزل من على فرسه يقاتل ويدافع، وقيل له لو قتلت لهلكت الأمة، قال ولو قتلت سيبقى غيري آلاف يدافع عن شرف الأمة. عين جالوت معركة فيها دروس وعبر كثيرة تنطبق على ما يحدث الآن في طوفان الأقصى وغيرها، يجب أن نتعلم من هذه الدروس الكثير. وأسمى شيء فيها هو الانتماء، الانتماء إلى الله وإسلامه، ثم الانتماء إلى الأرض والمكان والدفاع عن المقدسات. عين جالوت حفظت أوروبا بكاملها أن تتحول وتخضع للتتار الذين أخذوا كل آسيا وروسيا والصين وكل هذه وصولا إلى بغداد، حتى أن الخليفة هرب وجاره وخلفه إلى أن مات في جزيرة ولم يعلم عنه شيء، يعني البحث على ما قبل مجيئهم إلى في الدولة الخوارزمية على ما أظن، قبل وصولهم إلى الخلافة العباسية والقضاء على بتاع ده، والدماء ملأت نهر دجلة، والمكتبة وضعوها كانوا يعبروا عليها بالجهة، يعني جرائم رهيبة. حتى بخارى مدينة الإمام البخاري قتلوا كل من فيها عن بكرة أبيهم، آلاف مئات الآلاف، فلم يكونوا يبقوا على أحد. والرسائل دائما أسلموا تسلموا، سلموا بس كده، واحنا وبعد ما بيسلموا يقطعوا رقبيهم. طبعا هذا نريد في هذا التوقيت اللي احنا فيه الآن أن نربي معاني الانتماء لدى الأبناء، لأنه ما يحدث حولنا من مؤامرات الدور جاي على الجميع، فإن لم يعمق الانتماء حتى يكون داخل البني آدم لكي يدافع عن وطنه بجد، مش يهرب ويجري. العساكر بتوع جولاني ده اللي هو اول ما قالوا لهم خلاص احنا مرجعينكو تل ابيب، فرحوا وقعدوا عملوا زفه وفرح وفرحانين ان هم خرجوا من غزه. ليه ما فيش انتماء؟ يعني هو منتمي لايه؟ هو يريد حياه، واي حياه؟ هو يبحث عن حياه. انما الثاني ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجو، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، المهم إنه يعيش، ما كده. دي رسالة مهمة.
وانا متعمد اليوم ان انا اسقط على هذا المفهوم، لان احنا محتاجين ان احنا نؤكد قيمة الانتماء ونستدعي نموذج الانتماء اللي موجود في غزة، انتماء الأطفال إلى آبائهم، وانتماء الآباء إلى أبنائهم، وانتماء المجتمع في فلسطين سواء في الأراضي المحتلة أو في داخل غزة، نماذج مهمة جدا. 7 أكتوبر وطوفان الأقصى وما تبعه من 1400 بني آدم، ثم عشرات يوميا ولا يعلن عن الفاقد، مقابل أكثر من 20,000 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى، ضريبة ليست بالسهلة، ولكن الحصاد والدروس والعبر مهمة، والإفادة للأمة مهمة، وإظهار العدو على حقيقته فيما يفعل من نازية تجاه هؤلاء وغيرهم أيضا أمر مهم، والدروس كثيرة والعبر كثيرة. أجمل شيء فيها هو أن غزة تمثل أسمى نماذج الانتماء، الانتماء إلى الله والانتماء إلى الأرض والمكان. لن نخرج من أرضنا أبدا، ولن نترك الأرض ولا المكان، حتى وإن قبرنا وإن دفننا في هذا المكان. تلك كانت رحلتنا معكم اليوم، وأتمنى أنه نعلق على أهم الدروس المستفادة اليوم من حضراتكم، يعني الناس اللي لم تشارك تتفضل، واللي شاركوا يتفضلوا حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا. تفضلي دكتورة شيماء، اتفضلي دكتورة شيماء، علقي دكتورة شيماء، دكتورة مروة، دكتورة مروة. السلام عليكم دكتور صلاح، عليكم السلام، أهلا وسهلا. ربي يبارك في حضرتك ويبارك في الله الحضور يبارك، الكريم. الله والله يبارك. يعني اكثر درس بيستفاد من الجلسه يعني اللي قدمت فيها من اروع النماذج والدروس والعبر، انه الاسره هي المنبت اللي بيربى فيه الشعور بالانتماء، ومنها نبدا واليها نعود. نعم. دي اكتر، لانه هي الاسره طبعا هي بتربي الانتماء اولا تجاه المكونات الاسره نفسهم، سواء كان الاب والام والاخوه والاخوات والابناء، الى بقى الاسره الممتده، الى بقى الوطن باكمله، فبيزرع الانتماء من خلال الاسره. نعم، شكرا جزيلا شكرا لحضرتك. جزيلا أستاذة دكتورة مروة. تفضلي يا فندم. مين من الأستاذ عادل الخليل؟ تفضل المربي الكريم أستاذ الله عادل. يرضى عليك، اسمح لي يا دكتور بس تفضل. أقرأ رسالة بسيطة. أقلب في صندوق الذكريات وحصلت رسالتك لي عندما كنت طالبة، فقلت لازم صراحة أشكرك على تعليمك لي الطيبة والأخلاق قبل الدروس التعليمية. ولا أخفي عليك أنك السبب الأساسي لحبي للغة العربية، وعندما رأيتك ورأيت طريقة تعليمك أردت أن أصبح معلمة مثلك. نعم، والحمد لله تخرجت من الجامعة تخصص اللغة العربية وآذى بها، وكل فخر أنك كنت السبب في دخولي للتخصص والاقتداء به. شكرا جزيلا لك يا أستاذ عادل. الله، هذه قراءتي يا دكتور لهذه الرسالة ليست يعني لا أشير إليه، إنما أشير إلى الأثر الذي يتركه المعلم في وجدان الطالب أيا كان. نعم، هذه طالبة منذ 10 سنوات أو ما ينفع عن 10 سنوات كانت عندي. جميل، يا دكتور المعلم يعني أولا لا يمكن أن يجعل رسالته هذه فقط رسالة وظيفية أو مهنية لاستلام راتب. المعلم هو وجدان، هو روح داخل الصف، إذا سهر مع الطالب أصبح كيان واحد سيستطيع أن يفعل به أو يحقق به المستحيل. نعم، لا يمكن أن يخلو صف من الصفوف، وأتعشم أن يكون معي الآن المديرة الأكاديمية الدكتورة إيمان موجودة مع حضرتك الآن. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون موجودة. يا دكتور أقول إن كثيرا ما قابلنا مشاكل. هذه المشاكل المتعلقة بالطالبة، أن طبعا أنا السنوات الكثيرة كلها معظمها مع الطالبات. المشاكل إذا يعني إحنا بقدر الإمكان
نستطيع أن يعني لنا خط معين بنقف عليه مع الطالبة هذه، ونرفع الأمور إلى الإدارة، إلى الاختصاصية الاجتماعية أو غيرها، لكن لا يمكن أن نكون بمنعزل. نعم، ربنا يبارك فيكم، بارك الله فيك أستاذ درس عادل، والله ربنا ينفع ده فيك يا درس حبيبي درسك وتكرمك. في المحاضرة السابقة، وهذه المحاضرة كانت درس لنا كمعلمين. الحمد لله. ولكن أنا لاحظت يا دكتور ظاهرة هذه المشاكل الانطوائية أو التوحدية هذه قد كثرت في الآونة الأخيرة. لا يعني هل من الممكن أن أرجع ذلك إلى التكنولوجيا التي توسعت أيضا؟ هل والله انشغال الأسرة الأب والأم بالعمل دون التربية، هل اعتبار الأسرة أن فقط إطعام الطفل يعتبر تربية؟ عمر ما كان إطعام الطفل أو مراعاة أكله وشربه هو تربية. وضحت الصورة، وضحت الله الصورة. يرضى عليك، ربنا يبارك شكرا فيك. مربي الكريم أستاذ عادل. أستاذة حلوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالطيبة الأميرة. الله يرضى عنك ويبارك فيك، أهلا ويعني أنا وسهلا، فخورة جدا بمعرفتك وببرامجك اللي بتقدمها. ربنا يبارك في ويعني عمرك. أنا بدك تسمح لي في هل أخوات وفي عائلة، يعني أمهات وهذا، حابة أضيفهم على المجموعة ممكن؟ ينورونا ويأنسونا المربين الله يبارك فيك، خلوقة الله يبارك فيك، لأنه والمعلمة أنا ببعث لي الرابط عادة، بس يعني والمعلمة. لا حابة إنه لما أنا عايز يعني أستغل وجود حضرتك الآن، الأستاذة الكريمة معلمة اللغة الإنجليزية، بنت فلسطين الحبيبة الحاجة حلو، وهي حلوة في كل معاني العطاء، في رحلتها وفي كفاحها في لبنان ودفاعها عن قضياتها في كل وقت وكل حين إلى اللحظة التي تتحدث معنا الآن. هذا النموذج الجميل الرائع الذي شخصيا أعتز بأن أني قابلتها وتعرفت عليها، وربنا يبارك في عمرك ويحفظك وينصر أهلنا في فلسطين يا رب العالمين. آمين. وأنا نفسي في يوم أعمل لقاء مع حضرتك تحكي فيه تلك السيرة الذاتية لفتاة عاشت حياتها تدافع عن قضية وما زالت تدافع عن تلك القضية حتى اللحظة بكل آليات العطاء والدفاع فيما تملك من عمل خدمي ومجتمعي ورعاية وكفالة، ويعني نموذج بصراحة، يعني نسعد ونفخر بوجودك معنا في كل وقت والله. والله فنعمة أسعدني نعمة أكون أنا نعمة الأم جزء من هذا اللقاء. والحبيبة الغالية للجميع، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، ونستبشر بك دائما في نصر قادم إن شاء الله وهو محقق بالفعل الله كريم. لهؤلاء الذين يدافعوا عن الأم. ضيفي كل اللي أنت عايزة تضيفيهم، فهذا بيتك ومكانك، ونسعد بحضرتك في كل وقت يعني. وأنا زي ما قلت لك إن شاء الله يعني لازم يكون لنا لقاء خاص مع حضرتك. إن شاء الله. أنا بدي أعتذر كمان إن مش عم بتابع، يعني لأنه لا بكون أبدا، عندنا اعتصامات، بكون عندنا نعم اليوم مثلا كان عندنا مظاهرة، كل نعم يوم أحد عندنا مظاهرة، عندنا اعتصامات بالأيام الثانية، أمم عندنا مسيرات مشاعل، يعني هلا كل يوم أربعة، نعم يعني هو هذا اللي خليني أقصر بالتواجد معانك معكم الله والاشتراك. وحفظك يعني الله، أنت في مالمو صح في نعم السويد. نعم فربنا يعينك ويديك الصحة ويبارك فيك وفي جهودك وكل من يحاول أن يدافع عن تلك القضية ولو بكلمة ولو الله بكلمة. يجزيك الخير. الله، شكرا جزيلا وتحياتي لحضرتك. النهاردة كنا بنتكلم عن دور المعلم في تأصيل وتأسيس الانتماء داخل الأبناء، وربطنا هذا الأمر بأمور كثيرة، وتحدثنا عن المعلم في غزة والمعلم في فلسطين.
أو آلية التربية اللي صنعت هذا الجيل الذي يسامر ويدافع ويضحي بأرضه وماله وبيته وأبنائهم، ولكن في النهاية الجميع أعلى من قيمة التوحيد والدفاع، أن الغاية ليست دنيا وليست بيت وليست، وإنما هي أكبر بكثير من هذا. جزاكم الله كل الله خير، يعني يسلم، أبدا ما قصرتوا في هذا الجانب، الله أنتوا يبارك، جزء من هذه القضية، جزء من نعم هذه الأمة، فيعني إن شاء الله إيد بإيد النصر قريب بإذن الله تعالى، بإذن الله، هذا الأمل، هذا الأمل بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بحضرتك، وضيفي من رغبت في أن الله يضيف يرضى إليك. عنكم إن شاء الله الله بإذن الله يسلمك، تعالى، تفضلي تفضلي. سلامي الله لك يسلم، وتحياتي لكم حافظك الله، الأخوات والإخوة وتحيات المحترمين. كل الفريق العمل لحضرتك، وأهلا وسهلا بك في أي وقت. الله يرضى تحياتي يا عنكم، فندم، تفضل في أمان الله، تفضل. استودعكم أمان الله الله، بإذن الله عليكم تعالى. السلام يس ورحمة الله وبركاته. أستاذة وفاء أحمد، طرفات أو طرفاء، أنا بنده على اللي لم يجيبوا معنا، يعني اتفضلوا يشاركوا. أستاذة هنادي، أستاذة أمل، طيب دكتورة بدرية، الميكروفون مع حضرتك. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أحب كده ألخص اللي يعني استقر في ذهني من بعد نعم، ما العرض الجميل والمركز اللي عرضته حضرتك. الله يحفظك. يعني أنا أرجع أقول يعني حوادث غزة وحوائج وطوفان الأقصى والأمور اللي بتصير الآن في العالم من حولنا تدي إحساس كبير إنه بترجع البوصلة تنعدل وتنضبط نعم، من ناحية المفاهيم الأساسية في الحياة، سواء للمسلمين أو الكفار في نفس الوقت، يعني مو بس للمسلمين. ومن ضمن هذه يعني المفاهيم مفهوم الانتماء، يعني زي ما تفضلت حضرتك غزة كانت نموذج للانتماء، بدليل إنه شعوب العالم كلها كأنها تنتمي لغزة بتعاطفها وتكاتفها وإظهار رأيها، إبراز رأيها واعتراضها على ما يحدث. هذا أيضا نوع من الانتماء، يعني أغلبية اللي بيظاهروا هذا ما هم مسلمين، صح، بالرغم أن هذه قضية المسلمين الأولى، لكن يعني هذا يعطينا إحساس يعني بأننا كده نحاول نضع صورة متكاملة لمفهوم الانتماء. يعني يمكن حضرتك ركزت على الدائرة الأضيق بما يخص المدرسة والمعلم، وأعطيتنا آليات جميلة وحلوة في كيف أنا أغرس هذا الانتماء، لكن أنا مفهوم الانتماء يعني واسع جدا، يعني أي فرد في هذه الحياة يعيش في انتماءات عديدة، وسط انتماءات عديدة، دوائر من الانتماء، يعني هذه الدوائر متعددة متدرجة. نعم، كل هذه الانتماءات يفترض إنها تنبثق من ملة واضحة، دين واضح. هذا الدين هو اللي منه تنبثق الانتماءات الأخرى اللي تحدد حياة الفرد. فيعني بالنسبة لنا احنا كمسلمين انتماءنا الأول للإسلام، نعم، وانتماءنا لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه تتحدد علاقة الفرد بنفسه، بعدين علاقة الفرد بأهله وعلاقتهم في العائلة الكبيرة، ثم مجتمع المحلي، ثم المجتمع اللي هو عالم العربي، العالم الإسلامي، ثم الإنسانية جمعاء. صحيح الإنسان ما ينفك عن دوائر الانتماء هذه كلها، صحيح. لكن بما إنه هو مسلم يكون كل ما اقترب، يعني هذه الدوائر، كل ما العلاقة كل ما اقتربت من المركز كل ما كانت علاقة الانتماء ألزم وأقوى، نعم، بدليل آيات كثيرة في القرآن الكريم. فهل إحنا بنربي الأبناء على هذا الشيء؟
يعني هذه الدوائر في كل لكل يعني أفراد الإنسانية، مو بس لنا إحنا المسلمين، لكن إحنا في الإسلام واضحة العلاقة دي تماما. يعني أنا بنتمي لدين معين، هذا الدين الأساس فيه علاقتي بربي، بعدين اللي هذه علاقتي بربي هي اللي تحدد علاقتي أنا بنفسي وعلاقتي بدائرة القربة اللصيقة، ثم الدائرة الأكبر، ثم الدائرة الأكبر، والتزاماتي وواجباتي تجاه هذه الدوائر كل ما اقتربت من المركز كل ما كانت ألزم. نعم. من هنا تأتي أدوار الأفراد. عشان كده في قيم معينة تكون منظومة القيم اللي منها يتكون الانتماء. نعم. أولها التعاون زي ما تفضلت حضرتك يا دكتور، التكافل، التراحم، النصرة، أمور يعني مفاهيم كثيرة. يعني يمكن المقام هنا ما يسعفنا، لكن لو فكرنا بالفعل نعمل دراسة مستفيضة لهذا المفهوم سنجد أنه يصور في النهاية الصورة اللي الآن نشوفها عبر وسائل الإعلام، سواء للانتماء لعقيدة الظلم أو الانتماء لعقيدة الحق والخير القيم الرصينة بالفعل اللي يمثلها الدين الإسلامي. نعم ما أعرف، هذه يعني تصور بسيط ونعمة. يعني من خلال الأقوال اللي قيلت والعرض اللي عرضته حضرتك، لعلي أكون إن شاء الله نبهت لشيء معين، والأمر يحتاج جدا إلى دراسة يا دكتور. الحمد لله، الله ييسرك. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، متعك الله بالصحة والعافية. ولهذا أنا بدأت حديثي بالحديث عن قضية الانتماء إلى الله أولا، في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة، ثم انتقلت إلى الاستشهاد ببعض المواقف، في موقف سيدنا نوح من ابنه، وموقف سيدنا إسماعيل من أبوه، وسيدنا إبراهيم، ومواقف كثيرة جدا كلها تعطي المظلة الانتماء للمركز، للبؤرة، التوحيد. ثم بعد ذلك طرحنا هذه الآلية داخل المؤسسة التعليمية والمقترحات اللي هي في المضمون الضيق، ولكن جاء التفصيل الجميل والتأكيد من قبل الدكتورة بدرية على ما بدأناه، بأن المظلة الأوسع وأن الدوائر أرحب، وأنه سبحان الله تختلف العقائد، تختلف هؤلاء يعني الذين يتضامنوا مع المظلوم في أنحاء العالم، ليسوا بمسلمين، ولكن قد ترى بعضهم أكثر حرص من بعض ممن ينتموا إلى الإسلام، ولا يعنيهم إلا أمرهم وشؤونهم الخاصة، ولا يتفاعلوا مع قضايا الأمة، بينما نرى درجات حرارة 10 تحت الصفر في هنا، مظاهرات في لندن، مظاهرات في القطب الشمالي، في دول اسكندنافيا، مظاهرات في كل مكان، لأناس يوم الأجازة بتاعهم السبت والحد يدافعوا به عن قضية ناس لا يعرفونه، ولكن رأوا الظلم يقع. فهو ضمير الإنسانية، كما قال جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أنه ربما هذا الضمير أوشك على أنه يموت داخل المؤسسات الرسمية التي من المفترض أن تدافع عن الفضيلة وعن الحق، ولكن نتيجة الفيتو ونتيجة هذا الأمر البائد اللي من الحرب العالمية الثانية موجود، ما زال يمارس، ويسمح للمعتدي أن يتمادى في عداوته، ويسمح للمغتصب أن يستمر في اغتصابه، ولا يقع تحت طائلة أي مكان. شكرا لحضراتكم، تعبناكم جدا، دكتور صلاح، اسمح لي حضرتك، أشكركم. انا مش يعني مداخله بسيطه، انا احب بس طبعا يعني اشكر حضرتك، اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ومن قبيل الشعور بالانتماء والامتنان والانتماء للمجموعه الفاضله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يعني وما توفقنا الا بالله، ان ربنا سبحانه وتعالى جمعنا عليها على قلب رجل واحد، الاهتمام بقضيه الاسره.
والواحد حس ان هو مش هو لوحده، يعني في ناس كتير في بقاع العالم كله ومن انتماءات مختلفة بيهتموا بالقضية دي. نعم فربنا يبارك في حضرتك ويجازي حضرتك عننا كل خير، والفريق العمل وكل الحضور والأساتذة الكرام، اللي الحقيقة يعني الواحد سعيد بالانتماء للمجموعة المشرفة ديت، ربنا وربنا سبحانه يخليك. وتعالى يتقبل يا رب العمل ده. شكرا وشكرا جزيلا. جزيلا أستاذة الدكتورة مروة فاروق، أستاذ علم النفس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ولكل المشاركين معنا شكرا جزيلا. دكتور فؤاد، عايز تقول حاجة؟ والله يا دكتور حاجة سريعة جدا، أنا قول يا فندم. مشفق على إخواني والزملاء من الإطالة عليهم، ولكن معلش نحن في هذا المجال، في مجال إن إحنا ما دورنا، نحن دورنا أن نربي الانتماء أو ننمي الشعور بالانتماء، وإن شاء الله الأولاد لما يكبروا هم سيعممون ذلك على القضايا كلها. ومن هنا سأذكر موقف صغير جدا، اسمحوا لي أن أذكره، أنا آسف يعني للإطالة، تفضل يا فندم. ولكن فضلت أن أبقى للآخر. يعني أنا كمعلم في الجامعة عندنا زي ما حضرتك عارف، في كان بند معين لتقويم الأساتذة كلهم مهما كانت الدرجة، حتى من ابتداء من العميد إلى كل العاملين، بند كده لخدمة المجتمع. عملنا أشياء كذلك، وهنا الحديث يطول هنا، لكن سأذكر موقف آخر لطالبة ليست من طلابي، أنا كنت مؤسس فريق المناظرة في الجامعة ودخلنا على مستوى العالم، فجاءتني واحدة طالبة تشعر بالخجل والحياء الشديد، قالت وهي متخصصة في اللغة، فقالت يا أستاذ أنا يعني أريد أن هل أنا يمكن أن أتكلم مثل زميلاتي هؤلاء؟ قلت لها ممكن، ولكن هي ضعيفة في الحقيقة. شجعتها، والمهم يعني قلت لها ولكن لا تأتي إلي إلى المكتب، أنا لا أستطيع أن أعلمك، تتعلم المناظرة في قاعة تدريب المناظرة. وجاءت يعني قعدتها مع زميلتها وكذا وكذا، واندمجوا وتعد لهم وتجمع المادة، وعلمتها هذه الأشياء وشجعتها على المواجهة، وبدأت تقوم وتتكلم وتصدر كيف تقولين الحجة وكيف تفندين حجة الآخرين وكذا 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 وكذا، بدأت تتدرب. ووالله يا دكتور ما أن انتهينا تقريبا من 2 أو 3 سنين كانت معي في هذا الموضوع، وجاءت في يوم التخرج وجدتها تأتي بأبيها من بعيد وهي تبتسم وأمها وتضحك وتقول هذا هو هذا بلغتهم الماليزية يعني. من هذا هو ماذا؟ قال هذا الذي نقلني من العزلة إلى كذا، وأبوها كلمني بالماليزية وهي ترجمت، قالت والله إن حالتها في البيت تغيرت منذ أن التحقت بالمناظرة. فإذا أريد أن أقول إشراك الطلاب، يعني هذا تأييدا للكلام الذي قيل، فكان دوري أنني أساهمت، وهي ليست طالبتي، يعني هي أنا فقط هي طالبتي من حيث أنني مسؤول عن المناظرة، ولكن أنا في كلية التربية وهي في كلية اللغة، ولكن الحمد لله يعني أثمر. وهو فرحت جدا أن الأمر انتقل إلى بيتها، نعم الأم والأب لاحظوا ذلك، فهذا يعني التغير من المعلم. فنحن في الحقيقة في أيدينا يعني مسؤولية، أو على أكتافنا مسؤولية نرجو أن نتحملها، وستثمر خيرا إن شاء الله. وأنا آسف مرة أخرى لا للإطالة، يفهم. والله آسف جدا، بارك الله معلش. فيك، ربنا يبارك في عمرك أستاذ الله دكتور يخليك، فؤاد رواش، الله النموذج يخليك. جميل بنختم به ضمن النماذج الجميلة كما تفضل الأستاذ عادل أيضا، وده الهدف من المجموعة الجميلة كما أشارت الدكتورة مروة، ودائما نأنس ونسعد بكل تعليقاتكم وتجاربكم، وده برنامج التجارب الحياتية وده المهم. شكرا جزيلا لكم، دائما نلتقي بكم على خير، نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والعزة لهذا الإسلام وللمسلمين ولإخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين وفي غزة، اللهم آمين اللهم آمين. نلتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله. ورحمته وبركاته. وعليكم شكرا السلام جزيلا. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. شكرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك.